قررت المحكمة التأهيلية جلسة 21/12/2017 وعلى النيابة العامة إحضار شهودي من أشرح لك الواقعة اللي حصلت قبلها. الواقعة اللي كانت قبلها كانت حوالي الساعة 6 المغرب. عارف إيه اللي رأيت عطلنا في إجراء المحكمة الناس بتتفرج. على أي من؟ من الذي يحكم الآن في فرد رابعة؟ إحنا؟ إحنا اللي أبنائنا قتلوا وابني عمار رحمة الله عليه يلقى النار وهو يرفع يديه إلى السماء برصاص ميري. هل انا مبني عليا ولا بيالي؟ انا عايز النيابه تقول لي دليل قانوني معتبر واحد ضدي. قدم المحكمه تعلم ان النيابه قدمتني لمحكمه في الملك والنيابه كل ما يتجزا متهماني باني هارب وصدر حكم ضدي وانا هارب وانا في حوزه النيابه لمده سنه كامله. انا طبعا معروف للقاص والدول والعامه والخاصه. انا محبوس ليه؟ يعني ما فيش حد في مصر أم المتعلم يحمل شهادة عليا المتوسطة جاهل العالم مش عارف بس أنا مرسي في السجن ده. ده أمر أصلا فأنا مش هضيع وقت المحكمة فيه عشان أحاول أفك الكلام في السياسة. لكن أنا وسألت معاليك يا معالي المستشار قبل كده مين اللي حبسني؟ هل المحكمة هي اللي تحبسني؟ محاكم مصر هي اللي تحبسني؟ ولا النظام هو اللي حبسني؟ النظام هو المحاول إن أي مصري شريف يقبل التطبيع مع تل أبيب. كذلك أي مصري حر شريف بمرور الزمن مش هيقبل التطبيع مع التعذيب، سواء التعذيب اللي بيتم بره للمصريين بشكل عام في حياتهم أو التعذيب اللي بيتم كل مخالف ومواطن داخل السجن.